بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم من جديد، معكم أحمد الجرنوسي، استمرارا لسلسلة مشاكل ويندوز 10. إن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض حل مشكلة الصوت في ويندوز 10 بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يعني ناس كتير بتشتكي إن الصوت ما بيظهرش عندها بالطريقة دي أو ما بيشتغلش أصلا على الويندوز. بكل بساطة هتيجي تفتح الديفايس مانجر، طبعا ليها كذا طريقة، بتطلب انك تيجي على الماي كمبيوتر وتختار بروبرتس ومنها بتختار الديفايس مانجر، فبتيجي عند الساوند وتدوس عليها كده، بتتأكد ان في تعريف هنا، لو مفيش تعريف يبقى عرف تعريف الصوت بتاع الجهاز بتاعك. بعد كده بتدوس عليها كليك يمين وتختار ابديت درايفر سوفت وير، بعد كده بتختار الاختيار الثاني براوز ماي كمبيوتر ده، بعد كده بتختار برضو هنا الاختيار الثاني ليت مي بيك اب فروم ا ليست علشان يعرض لي التعريفات الموجوده. ففي عندي طبعا هنا اختيارين، بتيجي تختار الهاي ديفينيشن اوديو ديفايس وبتقول له نيكست، فطبعا هنا بيقول لك انك عاوز تحدث التعريف فبقول له يس yes. بالتالي هو لما بيكون بيلاقي حاجه ناقصه في التعريف بيحدثها تلقائي باستخدام الطريقه دي، فهو دلوقتي بيعمل عملية تثبيت لتحديث الصوت. زي ما احنا شايفين دلوقتي خلص، بيقول لك Windows has successfully updated your driver software، يعني عمل تحديث للتعريف بنجاح، فبتدوس على Close. تلقائي بيطلب منك انه يعمل اعادة تشغيل للكمبيوتر، فبتدوس له Yes وبتعمل اعادة تشغيل. طبعا هتخطى انا دلوقتي موضوع اعادة التشغيل علشان وقت الفيديو. بعد ما تعمل اعادة تشغيل للجهاز بتاعك هتيجي عند السماعة من تحت وهتدوس على كليك يمين وتختار البلاي باك ديفايسز، فهيعرض لك او هيظهر الويندو دي، هتيجي تختار السبيكر. لو سيت ديفولت دي مش موجوده، لو ظاهره يعني، هتدوس عليها علشان تبقى هي التشغيل او اداه التشغيل بتاعتك. بعد كده بتدوس عليها كليك يمين وتختار بروبرتس او الخصائص، ومن البروبرتس بتختار انهانسمنتس او تحسينات، وبتختار على ديسيبل اول ساوند افكتس، او ممكن بعض النسخ بيكون موجود فيها ديسيبل اول انهانسمنت، وبعد كده بتقول له ابلاي، بعد كده اوكي. وبكده تكون حليت مشكله الصوت في ويندوز 10 بطريقه سهله وبسيطه جدا. بعد كده بتعمل اعاده تشغيل وتشوف الصوت هيشتغل ولا لا، فلو ما اشتغلش هتضطر انك تعمل ان انستول زي ما احنا شايفين كده وتقول له اوكي، وبعد كده تيجي هنا تختار الاسم بتاع الجهاز بتاعك وتدوس كليك يمين وتدوس سكان فور هاردوير تشينجز، فبعد كده هتلاقيه عرض لك الصوت او تعريف الصوت وتلاقي الصوت اشتغل معاك ان شاء الله بدون اي مشاكل. فده بكل بساطة كان شرح النهاردة، اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، وياريت ما تنساش تدوس لايك للفيديو وسبسكرايب او اشتراك للقناة علشان تتابع كل جديد من عالم البرامج والشرحات الجاية ان شاء الله. ولاي استفسار بخصوص الموضوع ده او اي موضوع تاني ياريت تسيب لنا رد في كومنت او تكلمنا من خلال صفحة الفيسبوك صفحة تكنو عربي، وانا دايما بتابع التعليقات وبرد على الرسائل باستمرار. كمان ما تنساش تزور موقع تكنو عربي علشان تكون على اطلاع في كل جديد من عالم البرامج والشروحات الجاية بإذن الله. كان معكم أحمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.